المنطقة ديال حي السلام. الحاج صباح الخير. الخير كي داير؟ جيتي باش دير تلقيع؟ نعم ماشي. بغيناك دير شي رسالة لكل اللي كيتابعنا اليوم. حنا تنصمت على كلشي خصو يجي يدير العملية. نعم. الشيء هذا عند سيدنا راه دار العملية هو وولاده. هو وليداتو دار تاع الشعب خصو يتبعو. شنو الشعب كله يجي يدير العملية ديالك. هادشي راه واجب وطني. نعم. خصكم تجيو تجاوبوا كلشي باش نحيدوا نغلبوا على هذا الشيء ديال هذا الوباء المصيبه اللي عطانا ربي باش نحيدوها من عندنا. ان شاء الله الرحمن الرحيم. دابا انت جيتي هذا الصباح هذا باش دير التقهير. فين حنا شنو البلاصه هذه؟ دار الشباب تبع حي السلام. اذا الملحقه الاداريه 15 على مستوى الملحقه الدائره ديال العصام وهذا الشريف تيسكن في حي السلام. عطينا السميه الحاج. نعم محمد. محمد داودي. نعم سيدي. عادي ديروا تلقاع، جيتوا باش ديروا تلقاع. ديروا تلقاع ان شاء الله. بخاطرك بكذا بهذاك. جيب وطني. نعم. نعم سيدي. شنو تقول الناس؟ نعم. واجب وطني ومصلحتهم ولادهم يجيو يعملوا. بارك الله فيك. سيدنا دارو. هو قلوب ديالنا في الله يحفظك ومرتاحه الحمد لله. الحمد لله. شنو تقولي للناس؟ فرحنا الله ينصر سيدي محمد والله يزيد في ايامو ويسترو. نعم. وراه تلبن الشعر ديالو الله يخليه ويعطيه الصحه. نعم الحمد لله. ويخرج مستر ويدخل مستر لا انتم ولا هو. شنو تقولي للناس؟ تقولي للناس؟ واش يجيو يديروا التلقيع؟ هي معلومه. شنو يجيو يديروا التلقيع؟ انا ملي سقت الخبر قلت لهم تنقول لهم جاو ديروا التلقيع. انت اولى مره جيتي هذا الصباح هذا؟ اي ما عرفتش. هذه البلاصه في دار الشباب ياك؟ وفين السكن عندك؟ حدا المسيره. تبع المسيره تبارك الله. جيت لحد القياده وتنسول تنسول تنسول. مسكينه. شحال هذه من عند بنينا ما شاء الله. الله يحفظك الحاج. والله يهديهم يجيو ان شاء الله رحمه. يديروا التلقيع. الله يكرمك. الله يعاونكم. امين امين. الله يخرج بيتكم. امين. الله ينصر سيدي محمد. امين. الله ينصر. الله يزيد في بلادنا. اللهم امين. يخرج مستر ويدخل مستر. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور جابري رئيس مركز مولاي الحسن بوليطيرا. اليوم كان بتبعت الحملة الوطنية للتلقيح ضد مرض الكوفيد تحت الرعاية السامية صاحب الجلالة نصره الله بعد مجهودات حثيثة اللي تحصلنا بها على الفاكسان. كنا من الدول الأوائل اللي بدينا التلقيح ديالنا. اليوم أول نهار من التلقيح. لا مفر لنا إلا التلقيح. نتمنى أن نوصلوا المناعة الجماعية ديال المواطنين جميع. وفي هذه المناسبة كنحت جميع المواطنين باش يجيو يديروا التلقيح ديالهم لأن هذا مخرج اللي غادي نقضوا به البلاد كامل. ما كنقضوش غراسنا بوحديتنا. وشكرا.